بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. درس اليوم الميكانيك. أولا القوة، ثانيا الوزن والكتلة، ثالثا توازن جسم خاضع لقوتين. أولا دراسة توازن جسم خاضع لقوتين. المجموعة المدروسة الجسم S، أي نهتم بهذا الجسم S. هذا الجسم S مرتبط بخيط الدينامتر D1، وأيضا مرتبط بخيط الدينامتر D2. جرد القوى المطبقة على الجسم S. جرد القوى، يعني نبحث عن القوى المطبقة على الجسم S. أولا هناك قوى التماس. نطرح السؤال: ما هي الأجسام المتماسة مع الجسم S؟ فعلا الخيط متماس مع الجسم S، وهو ينتمي إلى دينامتر D1. نسمي هذه القوة F1 متجهة. دونك F1 القوة التي يطبقها الدينامتر D1 على الجسم S. كذلك الدينامتر D2 له خيط متماس مع المجموعة المدروسة الجسم S. إذن نسمي هذه القوة بF2، القوة التي يطبقها الدينامتر D2 على الجسم S. F1 وF2 قوتان بالتماس مع المجموعة المدروسة الجسم S. الآن قوى عن بعد. نطرح السؤال: ما هي الأجسام التي تؤثر أو تطبق قوة على الجسم S وهي عن بعد؟ الأرض تطبق قوة على كل الأجسام المجاورة بها، إذن الجسم S يخضع إلى القوة نسميها P، وهي القوة، وتسمى أيضا وزن الجسم S. إذن P هي القوة التي تطبقها الأرض على المجموعة أو على الجسم S، وتسمى أيضا بوزن الجسم S. نقوم بالتجربة التالية: نعلق الجسم S بواسطة خيط ينتمي إلى الدينامتر الدائري. المؤشر يشير إلى قيمة بين 0 و1. نلاحظ أن هذه القيمة أنها صغيرة. نقيس شدة الوزن جسم S بواسطة الدينامتر. إذن الدينامتر يقيس لنا شدة وزن الجسم S، أي شدة القوة التي تطبقها الأرض على الجسم S. P تقريبا 0.1 نيوتن. نقوم بالتجربة الثانية، وهي نقيس شدة القوى المطبقة على الجسم S. قلنا بأن الجسم S خاضع لقوتين: القوة التي يطبقها الدينامتر D1، والقوة التي يطبقها الدينامتر D2. القوة التي يطبقها الدينامتر D1 سميناها ب F1، إذن لها شدة F1 بدون سم. ما هي هذه الشدة؟ نلاحظ أن المؤشر يشير إلى هذا الرقم، وهو رقم 3. إذن F1 تساوي 3 نيوتن. كذلك بالنسبة الدينامتر D2 يطبق
قوة اف جوج شدتها المؤشر يشير إلى أيضا رقم 3. إذن شدة القوة اف جوج وهي اف جوج تساوي 3 نيوتن. إذن اف واحد تساوي 3 نيوتن، اف جوج تساوي 3 نيوتن. ورأينا من قبل أن بي تساوي 0.1 نيوتن. ماذا نلاحظ؟ إذا قارنا 3 نيوتن مع 0.1 نيوتن، نلاحظ أن 3 نيوتن كبيرة جدا بالنسبة لبي وهي 0.1 نيوتن. إذن F1 تساوي F2، P هذه العلامة أن P صغيرة جدا بالنسبة F1 التي تساوي F2. إذن يمكن أن نهمل قوة الوزن كما صغيرة جدا، وبالتالي نقول أن الجسم S خاضع لقوتين فقط وهي F1 و F2. نستنتج أن جسم S خاضع لقوتين. الآن سوف نبحث عن مميزات القوى F1 و F2. الجسم S خاضع لقوتين وهي F1 و F2. أولا نبحث عن نقطة التأثير للقوة F1. F1 هي القوة التي يطبقها خيط دينامتر T1 على جسم S، ونقطة التأثير هي نقطة التماس بين المجموعة المدروسة وهي S والخيط. إذن التماس يحدث في هذه النقطة وهي A، إذن نقطة التأثير وهي A. خط التأثير وهو المستقيم الذي له اتجاه القوة، القوة لها هذا الاتجاه، إذن لها هذا المستقيم. نأخذ نقطتان على هذه المستقيم مثلا A و M ونقول خط تأثير وهو المستقيم AM، أو نقول مثلا المستقيم الأفقي المر من نقطة تأثير A. المنحة نلاحظ أن هذا الخيط يجر يعني المجموعة المدروسة نحو اليمين من A نحو M، إذن المنحة من A نحو M F1 تساوي 3 نيوتن، رأيناها سابقا يعني شدة القوة F1. بالنسبة ل F2 نقطة التأثير وهي B، لاحظوا جيدا خط التأثير وهو المستقيم مثلا BN أو مثلا NN. المنحة وهو العكس وهو من B نحو N، لأن هذا الدينامتر يجر يعني المجموعة المدروسة نحو اليسار، أو نقول من B نحو اليسار. وشدة F2 تساوي 3 نيوتن. ماذا نلاحظ؟ أولا لدينا جسم S خاضع لقوتين F1 و F2، إذن يمكن أن نقول أن القوتان لهما نفس خط تأثير ونفس شدة ومنحيان متعاكسان. لاحظوا بالنسبة F1 المنحة من A نحو M، وبالنسبة F2 القوة F2 لها منحة من B نحو N. تمثيل القوة، سوف نحاول الآن تمثيل القوة. ما معنى تمثيل القوة؟ يعني أن نضع سهم على الشكل، وبما أن لدينا قوتان يجب أن نضع سهمين، أحدهما يعني يمثل القوة التي يطبقها الدينامتر دي واحد، وسهم آخر القوة التي يطبقها الدينامتر دي جوج على الجسم S. أول شيء يجب قياس طول هذا السهم، بما أن لدينا 1 سنتيمتر يساوي 1.5 نيوتن، هذه من المعطيات أن السلم، هذا السلم يمكن أن يكون في المعطيات أو يمكن لي
أن أختار سلما مناسبا لتمثيل القوة. 1 سنتيمتر 1.5 نيوتن، إذن 3 نيوتن كم طول السن؟ 2 سنتيمتر، إذن طول السن هو 2 سنتيمتر. لذلك يجب أن نقيس جيدا بالمسطرة طول السن. لكي نمثل يعني السن الذي نريده أن يوجد في هذا الشكل، يجب أن نتعرف على مميزات القوة F1 والقوة F2. إذن هذا السهم أولا له أصل، هذا الأصل يجب أن يذهب إلى أين؟ إلى نقطة التأثير، وهي نقطة A. بالنسبة للقوة F1 هذا السهم سوف نزيحه، أصل هذه النقطة يجب أن تكون في A، يمكن أن تكون في هذا الاتجاه أو 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 هذا الاتجاه. ما هو الاتجاه الحقيقي الذي سوف يأخذ هذا السهم؟ يعني وهو المستقيم AM. إذن هذا السهم يجب إما أن يكون ينتمي إلى هذا يعني الاتجاه، وإما إلى هذا الاتجاه، أي إلى هذا المنحى أو إلى هذا المنحى. ما هو المنحى الصحيح؟ وهو من A نحو N. إذن نمثل يعني هذا السهم من A نحو M، ثم نضع F1. كذلك بالنسبة للقوة F2، الأصل يجب أن يكون في P، ثم نضع السهم على هذا الشكل، ثم نضع F2. الآن قمنا بتمثيل القوتين F1 وF2 كما رأينا. أولا قاعدة، إذا كان أو قانون التوازن، إذا كان جسم في توازن خاضع لقوتين، جسم وخاضع لقوتين فقط، فإن القوتين لهما ماذا؟ لهما نفس خط تأثير، نفس الشدة، منحيان متعاكسان. هذا القانون يعيننا على ماذا؟ إذا رأيت مثلا جسم خاضع لقوتين ولدي مميزات لأحد القوتين، يعني أعرف مميزات أحد القوتين، في هذه الحالة يمكن أن أتعرف على مميزات القوة الثانية. تمرين تطبيقي. أولا التمرين الأول يخص هذا الشكل، والتمرين الثاني يخص هذا الشكل. أولا نقرأ: اعطي مميزات القوة، يعني لدي قوتان، يعني في هذا التمرين يأمرنا أن نقوم بتعيين يعني مميزات قوة، يعني نقطة تأثير، خط تأثير، منحى وشدة لأحد القوتين المطبقة على هذه الكرة. يطبق الخيط على الكرة، المجموعة المدروسة هي الكرة، والخيط هو الذي يطبق قوة باستعمال قانون التوازن الذي رأيناه. نعطي كتلة الكرة شدة مجال الثقالة، هذه بالنسبة لهذا الشكل هنا، يعني القوة المعروفة وهي الوزن، هي بي، هي القوة التي تطبقها الأرض على الكرة. بالنسبة للتمرين الثاني نفس الشيء، يعطي مميزات القوة التي يطبقها الصندوق الأزرق على الصندوق الأحمر، مجموعة المدروسة هي الصندوق الأحمر وقانون التوازن، ونعطي كتلة الصندوق، يعني لدي الكتلة M و G. إذن يمكن أن أقيس P شدة الوزن،
الحل. أولا جرب القوى المطبقة على الكرة. أولا الكرة تتماس مع الخيط، إذن القوة التي يطبقها الخيط على الكرة أسميها F، وهي القوة التي يطبقها الخيط على الكرة. كذلك قوة عن بعد وهي P، وهي القوة التي تطبقها الأرض على الكرة، وتسمى أيضا وزن الكرة. الكرة في توازن خاضعة لقوتين، لاحظوا بأن الكرة هنا في توازن وتخضع لقوتين وهي F و P. إذن يمكن أن أطبق قانون التوازن، إذا كان لدي قوتان فإن هاتين القوتين لهما أولا نفس التأثير نفس الشدة منحيان متعاكسان. ما هي القوة التي نريد معرفة مميزاتها؟ وهي F. P هي قوة التي تطبق الأرض. نعرف مميزات وزن الجسم كما رأينا بالنسبة الكتلة والوزن، فإن القوة P نقطة التأثير دائما تكون هي مركز ثقل الجسم، يعني دائما، وهي نرمز لها بحرف جي. بالنسبة للكرة نقطة التأثير هي جي، أن الأرض تطبق قوة عن بعد على الكرة في أي نقطة، في عدة نقاط لأنها موزعة، ولكن نريد نقطة واحدة، لذلك نحدد أن نقطة التأثير هي مركز ثقل يعني هذه الكرة. خط التأثير دائما هو مستقيم، يعني ليس بأفقي أو مثلا مائل، بل هو دائما مستقيم رأسي المار من نقطة التأثير وهي الجي. المنحى دائما يكون من الجي نحو الأسفل، دائما الأرض تقوم بجذب الأشياء نحو الأسفل. المعطيات M و G، إذن الشدة P هي M في G، M هي 200 غرام، نحولها إلى كيلوغرام، هي 0.2 كيلوغرام، إذن شدة وزن الكرة هي 2 نيوتون. الآن نعرف كل مميزات القوة P، وبالتالي سوف نطبق قانون التوازن على القوة F. لاحظوا جيدا نقطة التأثير أنها لا تدخل في هذا القانون، دك نقطة التأثير هي نقطة التماس بين الخيط وبين الكرة وهي A ليست G. وبالنسبة للتأثير يبقى دائما هو المستقيم الرأسي المار من A أو المار من G، نوما نفس خط التأثير، لاحظوا نفس خط التأثير. المنحى سوف يكون معاكس، إذا كان المنحى بالنسبة P من G نحو الأسفل، بالنسبة F سوف يكون العكس، وهو المنحى من A نحو الأعلى. وبالنسبة للشدة نوما نفس الشدة، فعلا الشدة نضع F تساوي 2 نيوتون. التطبيق الثاني نفس الشيء، لدينا جر القوى المطبقة على الصندوق الأحمر. الصندوق الأحمر يخضع أيضا لقوى التماس وهي الصندوق الأزرق، يطبق قوة على الصندوق الأحمر نسميها F أو F1. قوة عن بعد وهي P، وهي القوة التي تطبقها الأرض على الصندوق الأحمر، و P في الحالة ليست P في الحالة الأولى. يمكن مثلا أن نسمي مثلا في هذه الحالة F1 P1 لكي نميز بين القوتين، يعني في التمرين الأول والتمرين الثاني. الصندوق الأحمر في توازن وخاضع لقوتين، إذن يمكن أن نقول فإن القوتين لهما نفس التأثير نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. الحل
وماذا يجب أن نضع أولا مميزات وزن الصندوق الأحمر، وهي أولا نقطة تأثير دائما بالنسبة للوزن بي، دائما نقطة تأثير تكون هي مركز الثقل بالنسبة لنهاية الصندوق، وهي سوف نسميها جي. خط التأثير دائما هو المستقيم الرأسي المرمي ماذا؟ من جي. المنحة دائما قلنا من الأعلى نحو أسفل أو من جي نحو أسفل. الشدة نقيسها يعني نحسبها بواسطة العلاقة بي تساوي ام في جي، إذن 4 كيلوغرام مضروبة في 10 نيوتن على كيلوغرام، إذن بي تساوي 40 نيوتن. الآن لدي القوة الثانية، وهي القوة التي يطبقها يعني الجسم أو الصندوق الكبير على الصندوق الصغير. أولا نقطة التأثير ليست هي جي في القانون، ليس هناك يعني لهما نفس نقطة التأثير. نقطة التأثير هي نقطة التماس بين مجموعة المدروسة والجسم الذي يطبق القوة. أين تطبق القوة؟ في هذه النقطة هذه. إذن ليست جي ولكن هي نقطة أ. خط تأثير لهما نفس خط تأثير، إذن المستقيم الرأسي المرمي من جي، أكتب المستقيم مرمي من أ أو من جي، لأن أ وجي يوجدان على نفس يعني المستقيم. المنحة سوف يكون عكسيا، لأن منحة بالنسبة بي من جي نحو الأسفل، منحة يكون من أ نحو الأعلى أو من جي نحو الأعلى. الشدة أن شدة هي F تساوي 40 نيوتن، لأن لهما نفس الشدة، بما أن الشدة ديال بي هي 40 نيوتن نحصل أيضا على F تساوي 40 نيوتن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.